على كل اتباع النسب، نقول لكم شي حاجه على النسب وعلى ربما على النسب والحضانه. النسب، شوفوا النسب، شوفوا كما شافوا الاسلام، الاسلام ونظر الى النسب على اساس انه هو ضابط التماسك العائلي. حينما يثق الانسان بان هذا ولده يطمئن على كل حال حقا وباطلا. فانكم تعرفون ان الاباء يعطون يقدمون التضحيات الكبيره لانهم ابنائهم. هاد الناس الان بعضهم يدخل السجن لانه يريد ان يوفر مالا لولده من اجل يعطي التضحيات الكبيره فقط لشيء واحد، لانه ولده. بمجرد ان يشك في ولده تضعف هذه الاراده ويهمل الى ما قالوا سير الله يهنيك. فمن اجل الطفل تحدث الاسلام عن النسب، ماشي من اجل المراه ولا من اجل من اجل الطفل والحمايه ديال الاسره، واتقها بالنسب ولذلك تشدد في النسب ومنع خلط اختلاط الانساب والى غير ذلك من الاشياء. فهذه حكمه وذكرها علماء، ماشي ديال الفقه، ذكرها علماء المقاصد. ومن شاء منكم فليعود الى مقاصد الشريعه لابن عاشور ويرى ان هذا الكلام محرر. ماشي واحد الانسان نزولوا للنسب، واش تنطرد الناس هاملين غير هكاك؟ احنا متماسكون. الان اضافه الى هذا، بعض المرات يمكن حتى الاخوات قالوا هذا الشيء، الاسره ما بقاتش موجوده، الاسره النوويه هي اللي كاينه. شكون اللي يقول هذا الشيء هذا؟ وما راكش تشوف المغرب انت؟ واش راك تقرا في كتاب ولا تشوفه الان؟ هؤلاء الذين ياتون الان سنويا من اوروبا ها وتغص بهم الطرق ويحملون من التحويلات ومن المال، لماذا يفعلون ذلك؟ لانهم مرتبطون بعائلاتهم بانسابهم. الان كان حضر معنا واحد راه مشى، واحد السيد جا شافني وسلم عليه قال لي احنا جينا من بلجيكا مجموعه كبيره باش نجيبوا السكن لهذوك شكون هذوك؟ تقول له انت ما انت ما انت ما راكش انت ماشي موجود، ما تولدش. الان النسب هو القائم، قلت لي نكروه. السياسيين لما يترشحوا فين يمشيوا يترشحوا؟ ماشي في القبائل ديالهم؟ شي واحد الان هو ساكن في الرباط يمشي يترشح مثلا في سوس ولا يترشح له في العريش مثلا؟ كاين اللي عنده في العريش سميته ها بركه، لان الجد ديالو كان جدهم كان تما، هو يعود الى جده. جده واحد من كبار من كبار العلماء، من كبار الناس اللي حموا المغرب. ابو المحاسي الفاسي هو اللي كان قائد المعركه وهاد المخازن، فلذلك يمشي يخرج من فاس ويمشي وتما ينجح. وكهادو اللي واحد يمشي للسوس لانهم يؤمنون بالنسب. علاش تقولوا ان النسب انتهى؟ الان لما ترون البوادي ديالنا المغربيه وترون بعض المرات في الجبال تجدون بيوت جميله، المسؤول قال لك هذا ابنها له ولده هذا كذا، فما كاين فتور نعم، ولكن يجب ان نقويه لا نتنكر له. ولذلك الناس حينما يتحدثون عن المغاربه في الخارج يقولون ان المغاربه اوفياء لاسرهم. التحويلات اللي كانت ديال هذه السنه اللي مشات هذيك جات من برا، اكبر تحويلات كانت في هذه السنوات. والان مع هذا ايوا 80 مليار تقولوا لا انتم ما بقيتوش تعرفوا الاسر ديالكم، الله يهديكم. شوف مزيان حل عينيك. الان كاين تماسك اسري يجب ان نشجع عليه ويجب ان ندعو اليه. وهذه الجالية المغربية الآن ديالنا كلها ملتقية في مكة على أساس كلهم قبائل، بحال في المغرب بحال في أوروبا، الشماليين في جهة وأصحاب الجنوب في جهة وأصحاب الوسط في جهة، لأن هذه قوة يجب أن نعززها، ماشي نقولوا صافي إذن ما نورثوش لأن ما كانش. فالآن كاين، شوفوا البيوت، شوفوا رجل يموت ويترك البنات، شكون اللي يتولى؟ يتولاهم الأخ. شحال من أخ راه حاصل في بنات ما تزوجش، قلت خواتاتي ربما تخلى لي خواتاتي، واش نقول لهاد النسب ما بقاش؟ ما بقاش